مرة نخرج فيها مع بعضينا حبيبتي. أنا عايزك النهاردة بقى لأول مرة تتعاملي مع بني آدم غيري. خليك مؤدبة. أطلب لك إيه؟ ليمون طبعًا. سكر زيادة زيادة طبعًا أنا فاهم. حاضر. عايزك تتعاملي مع البني آدمين بصورة طبيعية جدًا وحاولي إنك أنت تعلي صوتك. ماشي يا حبيبتي؟ يلا التجربة. يا جرسون. أيوة يا فندم. شايف إيه دي؟ أنا آسفين جدا يا فندم، دي أول مرة تحصل في المحل. لا لا لا، ليه تموت أغلى حاجة في حياتي؟ موت أحب حاجة في حياتي. لا لا لا.